في الحقيقه هو الفيلم كورسه باش يتعرض في جامعه فنان. انا فخور وهذا النهار في الحقيقه غادي يبقى عندي مترخ في الذاكره عندي، لانه هو هذا مهرجان دولي في مستوى كبير، وباش تحضر وتشوف فيلم ديالك يشارك في المهرجان هذا زعما فخور ليا. وتنشكر اداره المهرجان وتنشكر الناس اللي اختاروني باش ندوز في المهرجان ديال المراكش، وكنشكر المركز السينمائي المغربي اللي دعم هذا الفيلم وتبارك الله عليكم. لا هو بيني وبينك الجمهور المغربي ككل يحب الفنان المغربي ويحب كذلك الرياضي المغربي ويحب الصحفي المغربي. لا الجمهور حنا تنفتخروا بالجمهور المغربي لانه يحب جميع الفنانين وجميع الرياضيين. هو اجمل احساس، لانه بالنسبه لي اجمل عرض اللي غنديروه في، يعني ماشي مغلوق في قاعه سينمائيه ولكن كاين جمهور عريض وكبير واللي متعطش انه يشوف السينما المغربيه. بالنسبه لنا احسن هديه هو هذا العرض هذا اللي كيشوفوا هذا الجمهور الواسع وفي هذه الساحه العريقه هذه، وكنفتخروا به.